مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعونا في لقائه الأسبوعي لأن نصلي لأجل أحبائنا المتوفين حتى يقبلهم الرب. الأردنيون يحيون الذكرى 85 لميلاد الملك الحسين بن طلال. البطريركية الأرثوذكسية تفشل مخططات للسيطرة على أملاكها في المدينة المقدسة. مجلس الكنائس العالمي يدعو لحماية الأماكن المقدسة في إقليم كرباخ بأرمينيا. وفيها أيضاً الحضور المسيحي في الحياة العامة السياسي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه الأسبوعي بالعذراء مريم التي عاشت عمرها تصلي مع الرسل وفي حوار مستمر مع الله، ودعانا قداسته لأن نواصل الصلاة لأجل أحبائنا المتوفين حتى يقبلهم الرب، وأن نكون على مثال مريم العذراء المصلية. وأضاف قداسته: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنطل صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في العذراء مريم المرأة المصلية. قال: عاشت مريم منذ صغرها في الناصرة تصلي في حوار مستمر مع الله. كانت ممتلئة نعمة ونقية من كل خطيئة منذ أن حبل بها، ولم تستقل بحياتها بل سلمت أمرها لله ليأخذها بيده ويقودها حيث يشاء. عندما بشرها الملاك جبرائيل قبلت بما قال لها، أطاعت وأبدت استعدادها ولم تخف المستقبل، ثم رافقت بصلاتها يسوع في كل حياته حتى في موته وقيامته، ورافقت الكنيسة الناشئة في خطواتها الأولى فكانت تصلي مع الرسل ومن أجلهم. كانت مريم تختفي أحياناً ولكنها كانت تظهر في اللحظات الحاسمة. كان صوت الله يقود قلبها وخطواتها حيث يلزم حضورها، فكانت حاضرة في عرس قانا الجليل وواقفة عند الصليب، وكانت تتأمل في قلبها في كل ما يحدث من حولها سواء كان فرحا أم حزنا، وتحفظه وتحمله في حوارها مع الله. ودعانا قداسته أن نكون على مثال مريم وأن نقول في صلاتنا: يا رب، ما تريد ومتى تريد وكيفما تريد، أعطنا أن نكون أدوات للنعمة بين يديك. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: إن قلب مريم يشبه اللؤلؤة التي كونها وصقلها قبولها الصبور لمشيئة الله من خلال أسرار يسوع وتأملها في صلاتها. كم يكون جميلا لو استطعنا أن نتشبه قليلا بأمنا مريم العذراء المصلية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Questo mese di novembre continuiamo a pregare per i nostri cari defunti affinché il Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto celeste. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. في شهر نوفمبر تشرين الثاني الحالي لنواصل الصلاة من أجل أحبائنا المتوفين حتى يقبلهم الرب برحمته في الوليمة السماوية. ليبارككم الرب جميعا وليحميكم دائما من كل شر. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن حماية الأردنيين وصحتهم
أولوية لازمة، معبراً عن ثقته الكبيرة بوعي الأردنيين في التعامل مع فيروس كورونا. وقال جلالته خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد: إن الجميع مسؤول عن حماية نفسه وأهله، وكلنا شركاء في محاربة كورونا. ودعا جلالته المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة من خلال وضع الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي. كل ثقتي بالمواطن الأردني أنه حاسس وعنده وعي بالنسبة لمحاربة الكورونا. لكن للأسف من بداية السنة، ولأنه نحن نجحنا بقوة ببداية السنة، صار نقص التزام للأسف. إذا نحن بدنا نحارب الكورونا وبدنا ننجح ضد الكورونا، هذا اللي بخلينا ننجح ضد كورونا، بخلي المواطن يحمي نفسه، يحمي أهله ويحمي بلده. إنه واحد بس يلبسه زي هيك وبعدين يصير يحكي مع أصدقائه بهذا الأسلوب، هذا ما بيصبر. أهم إشي بطلب من كل مواطن يشارك معنا بهذا الموضوع، لأنه إذا واحد ما بيلتزم بيأثر على البلد بشكل عام. فالتركيز رجاء لكل مواطن، بدنا الكمامة الخط الأول بالنسبة لمحاربة الكورونا. المواطن اليوم خايف من الوباء، خايف من الوضع الاقتصادي. أنا بعرف أنه في خطط وأفكار أمام الجميع، لكن لازم يكون تواصل مع المواطن حتى هو يعرف بشفافية شو الإجراءات اللي بجوز لازم نأخذها، وإن شاء الله لا إذا في التزام من المواطن، لكن القطاعات المختلفة كيف نحن بنقدر ننسق معهم، نتحدث معهم حتى نحمي الاقتصاد الوطني اللي بالنهاية بيحمي رزق كل مواطن. ومن جهتها أكدت لجنة تقييم الوضع الوبائي أن الأردن دخل الآن بالمرحلة الرابعة من تفشي الوباء، وأن هذه المرحلة هي الأخيرة والأخطر في مؤشر التفشي المجتمعي. وأكدت اللجنة ذاتها أن أعداد الإصابات الكبيرة تسببت بضغط كبير على المستشفيات وكوادر التقصي الوبائي. على صعيد متصل أكد مصدر رسمي أردني أن لا حظر شاملا في القريب العاجل، وقال أن مثل هذا القرار لن يتم اتخاذه إلا إذا تطلب الوضع الوبائي في حال وصلت أعداد الوفيات أو الإصابات إلى مستويات غير متوقعة. أحيا الأردنيون بكل إكبار وتقدير الذكرى 85 لميلاد باني نهضة الأردن الحديث ومرسي دعائم النهضة الشاملة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. هذه الذكرى التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني وشعبه الوفي أن تبقى خالدة خلود الوطن ورمزاً للبذل والتضحية. ويستذكر الأردنيون هذه الأيام عطاء المغفور له الذي قاد المسيرة على مدى 47 عاماً، قائداً حمل الأردن إلى بر الأمان والسلام برؤيته الثاقبة وحنكته المشهودة. وفي هذه الذكرى يجدد الأردنيون العهد والولاء لوارث العرش الهاشمي جلالة الملك عبد الله الثاني، وكلهم عزم وتصميم على مواصلة مسيرة الخير والبناء. دعينا الله أن يطيل في عمر جلالة أبي الحسين، وأن يحفظه دخراً وسنداً لشعبنا الأردني ووطننا العزيز. الأرض وفي السماء يا أم اليتامى ومهد العطاء، طوبى لك على الأرض وفي السماء يا أم اليتامى ومهد العطاء، وهبتي نفسك لخدمة الرب فنلت محبة العذراء. قدوة أنت للعالمين،
الأطفال الإنجيل، فلك العرفان والتبجيل. علمت الأطفال الإنجيل، فلك العرفان والتبجيل. وكم لك في الصلت ماثر، أنشأت جيلا بعد جيل. يا قديسة ماري الفونسين، أعلنك قديس الباب الجليل. يا قديسة ماري الفونسين، قدوة أنت للعالمين. أنت رمز العطف والحنان والمحبة طول الزمان. أنت رمز العطف والحنان والمحبة طول الزمان. تشفعي لنا عند رب الأنام، ليمنحنا البركة والسلام. يا قديسة ماري الفونسين، قدوة أنت للعالمين. أعلن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين نجاح بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بإفشال مخطط استيطاني للسيطرة على فندق البتراء في باب الخليل في المدينة المقدسة. وقال غبطته إنه وفقاً لخطة الدفاع التي تنتهجها البطريركية عن عقارات باب الخليل، فقد اتبعت مسارين لحماية عقاراتها، أولهما الاستمرار بخوض المعركة القانونية، أما المسار الثاني فهو مساعدة المستأجرين العرب في الحفاظ على صمودهم في العقارات التابعة للبطريركية بشتى الوسائل، لأن الحفاظ عليهم في حال لم تنجح البطريركية بخط الدفاع الأول بالمحاكم يبقى التصرف بالأملاك والتواجد فيها للمستأجرين الحاليين. وأكد في ختام بيانه أن البطريركية على أتم الاستعداد لفعل كل ما يلزم من أجل إنقاذ عقارات باب الخليل والدفاع عنها وعن العقارات المسيحية عامة. ناشد مجلس الكنائس العالمي منظمة اليونسكو إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأماكن والمواقع المقدسة في إقليم كاراباخ، معرباً عن تضامنه مع الطوائف الأرمنية المهددة بتجدد الإبادة الجماعية. كما دعا المجلس إلى احترام المقدسات وعدم الإساءة إليها والمحافظة على التراث الثقافي في الإقليم. وناشد المجلس كذلك المجتمع الدولي إلى بذل كل جهد لعودة اللاجئين والمشردين إلى أراضيهم ومساكنهم بأمان وكرامة وإحلال سلام دائم بين السكان يقوم على العدالة وحقوق الإنسان ومنحهم القوة والحكمة والهدوء خلال هذه الأزمة. احتفل العالم مؤخراً باليوم العالمي للتسامح، والأردن إذ يشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة لا يمثل نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم للتسامح والوئام والمحبة بين أبناء الوطن الواحد. وبهذه المناسبة كان لنورسات اتصال مع الأب عماد علامات أمين عام مطرانية اللاتين في عمان، أجرته الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية في الأردن والأراضي المقدسة. أبونا نحن شاكرين لك هذا الاتصال، مع أنه أنت عندكم رياضة روحية الآن فأخذنا من وقتك، لكن للحديث عن موضوع احتفلنا بيوم 16 شهر باليوم العالمي للتسامح، وأنت تعرف أن الأردن نموذج في موضوع التسامح والوئام بين الأفراد، وأيضا الحكومة وجلالة الملك عبد الله مهتمين بهذا الأمر بخصوص موضوع التسامح بالرسائل اللي أصدرها ورسالة عمان وأسبوع الوئام بين الأديان اللي بنحتفل فيه بشهر 2، فتخبرنا كيف إحنا بالأردن بنستقبل هذا اليوم أيضا. صباح الخير للجميع، للمستمعين ولفريق النور سات بالأردن. صباح النور. يعني في ظل الموجات العالمية اللي فيها فيها تنامي في الفكر المتطرف والاستقطابات وانتهاك كرامة الإنسان،
بيجي يوم اليوم العالمي للتسامح تذكير الإنسان إنه ثقافة اللقاء ممكنة وإنه الاختلاف بيصب في إطار الاختناء المتبادل. نعم. الحاجة اليوم في كل هاي الظروف للعالم بعيشها إلى وعي مجتمعي للأبعاد الروحية والقيمية. نعم. المجتمعات صارت بحاجة لهالأبعاد أكثر، وبعتقد أن دور المؤسسات الدينية يجب أن يسهم في أنثنة الخطاب الديني. اليوم في معاناة إنسانية كبيرة، وأنثنة الخطاب الديني تسهم في تعزيز ثقافة اللقاء. نعم. لأن كل المجتمعات بتعاني من افتقار لهي القيم، وكمان إحنا مجتمعنا بمر ببعض الصعوبات، إلا إنه الخبرة الأردنية فيها إمكانية أن تتعدى الافتقار القيمي. ليش؟ لأنه السلم المجتمعي والسلم الاجتماعي بين أتباع الديانات له إرث جميل في بلدنا، والمبادرات الأردنية الرسمية بتصب في هذا الإطار. نعم. شو الرسالة اللي احنا ممكن نوجهها في هذا اليوم أو بهاي المناسبة؟ إنه كلنا مدعوين في مجتمعنا لتعظيم قيم اللقاء والاحترام والتسامي، اللي بالضرورة بيقود إلى قبول الآخر كما هو. وهون بيظل الظروف الصعبة للإنسان اليوم في مجتمعاتنا بيعيشها من ألم. وأنا بذكر في مقولة لعالم اجتماع فرنسي اسمه إيمانويل ليفيناس، بيحكي إنه الألم بيوحد. وإذا اليوم في تعظيم للاختلافات، اليوم ألام الناس بتجمعنا إنه نلتقي بالجديد. كل ما البشر اقتربوا من عالم الألم، كل ما قيم الود والتسامح والقبول بتزيد أكثر، وبصير في تسامي في المجتمع. بعتقد هاي الرسالة الأهم في الظروف الصحية اللي بتعيشها المجتمعات، إنه نتسامى عن طريق الالتقاء مع بألم الآخرين. جميل، شكرا لك يا أبونا على هذا التوضيح وهذه الرسالة الرائعة اللي احنا بنتمنى كمان جميعنا انه نتبناها في أنسنة، مثل ما حكيت، هذا الألم اللي عم بيجمعنا ظروف كورونا، كمان اللي جعلت كل العالم يتعرض لمشكلة واحدة ويتعاضد لحل هذه المشكلة. فاليوم العالمي للتسامح بنتمنى أبونا وأنتوا بالرياضة الروحية أنه نصلي صلاة كمان خاصة في هذا لهي الرسالة، لربنا يطرح الوئام ويطرح التسامح بين الجميع، بين النفوس، طبعا بمعونة ربنا. شكرا لك يا أبونا، وإن شاء الله ربنا يحط السلام بالقلوب حتى يصير السلام في المجتمعات. هاي الدعاء اليوم من القلب، من رياضتنا الروحية. شكرا لك يا أبونا، ورياضة موفقة وناجحة إن شاء الله. شكرا، سلام للجميع. الله معك، باي باي. ترأس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي الذي أقيم في مزار القديس جورجوس في الصلت بمناسبة عيد نقل رفاة القديس جورجوس اللابس الضفر إلى مدينة اللد بفلسطين. شارك في القداس الأب جبرائيل طعامنة والأب ألكساندروس مخامرة وجمع محدود من أبناء الرعية. وبهذه المناسبة قامت كاميرا نورسات بزيارة إلى كنيسة القديس جورجوس لروم الأرثوذكس في الصلت، وهي واحدة من الكنائس القديمة في المنطقة والتي يعود تاريخها لنحو 400 عام، وعدت التقرير التالي.
وهب الله الأردن مكانة دينية فريدة ومتميزة، حيث يسخر بوجود الكثير من المواقع والأماكن المقدسة التي يرتادها الزوار من مختلف أنحاء المعمورة. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في السلط هي واحدة من أهم الكنائس التي لها خصوصية وقدسية في المنطقة، ليس في قدمها وتاريخها فحسب، بل في المكانة الروحانية والعجائبية التي تحدث حتى اليوم وتتناقلها ألسنة الناس على الدوام. هذه الكنيسة التي تأسست عام 1682، سبب تأسيس هذه الكنيسة هو وجود شخص كان يرعى الأغنام أمام المغارة الموجودة في داخل الكنيسة، وهذا الشخص بدأ يصلي للرب حتى يحفظ كافة أغنامه التي كانت موجودة أمام المغارة، فظهر له القديس جورجيوس فجأة وقال له بالحرف الواحد: يا ابني، هذا مكان مقدس، ابني لي كنيسة في هذا الموقع. هذه الكنيسة منذ تأسيسها وهي صاحبة العجائب الكثيرة، حيث أن هذه الكنيسة ظهرت فيها عجائب، وأهم معجوبة من العجائب عندما كانت الدنيا بدون مطر، فكانت النساء مسلمات ومسيحيات يأتين إلى هذا المكان المقدس ويطلبن الغيث من الله، وأثناء الصلوات والتضرع إلى الله من أجل الغيث فجأة يأتي الغيث ويذهبنا إلى بيت المرحوم سعيد أبو جابر الذي كان أيضا بيت كرم وجود، ويقيم احتفالا وعشاء تكريما للسيدات بعد أن يتم نزول المطر، وهذا شاهد، كل الدنيا في هذه المدينة تشهد على ذلك. كثير من المرضى شفوا، هنالك بنت سلنكية كانت مصابة في العمى، وعندما حضرت إلى هذه الكنيسة وقفت أمام المغارة وبدأت بالصلاة، فجأة بدأت بالمنادى على والدتها بأنها تشاهد كل شيء، فاستغربت والدتها وذهبت إلى الطبيب في اليوم الثاني وقال لها بأنها ابنتها قد شفيت تماما من مرض العيون. كثير من المرضى المصابين بأمراض خطيرة جدا وعنا أسماءهم ومعروفين لدينا، شفوا والحمد لله من كل أمراضهم بسبب إيمانهم. الإيمان بالإيمان وبالصلاة الإنسان يحصل على كل شيء. هذه طبعا الكنيسة اللي تفتح أبوابها للجميع، والكنيسة أيضا والحمد لله يعني تضم في هذه المدينة مسلميها ومسيحيها، وهذا هو التعايش اللي بننادي فيه والناس بتنادي فيه. هنا يكون التعايش، هنا الإخاء، هنا المحبة متواجدين، هنا المجاورين للكنيسة هناك مسلمين ومسيحيين، الطرفين المسلم والمسيحي يحافظ على هذه الكنيسة حتى تبقى شعلة مضيئة أمام المجتمع. المغارة الموجودة هي توصل الكنيسة بقلعة السلط، حوالي 6 كيلومتر تقريبا ما بين المغارة وقلعة السلط. هنالك تعاون بين المجتمع وبيننا وبين السياحة، بيننا وبين البلدية، في دائما أن تبقى الكنيسة شعلة. ويبقى لله في خلقه علامات ظاهرة تتمجد الخليقة فيها، ليخرج المكان عن صمته تعبيرا عن رسالة السماء للذين في الأرض. Thank you.
في إسناد المزارع والمواطن الفلسطيني على حد سواء. رعى اللواء كامل حميد محافظ بيت لحم حفل افتتاح مهرجان الأيام التسويقية للزيت والزيتون والمنتجات النسوية الذي أقيم في مدينة بيت جالة بتنظيم من جهات رسمية وفاعليات محلية. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوة حضرت المهرجان وأعدت التقرير التالي. افتتح محافظ مدينة بيت لحم اللواء كامل حميد الأيام التسويقية للزيت والزيتون والمنتجات النسوية وذلك في ساحة بلدية بيت جالة. نظمت هذه الفعالية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم وبلدية بيت جالة ووزارة الزراعة، حيث أشار المحافظ كامل حميد بأن هذا المهرجان السنوي له أهمية كبيرة وجديدة بنفس الوقت والذي يحتوي على عدة أكشاك، وخصوصا في ظل الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة، فهنالك الكثير من الأفكار والإبداعات والمنتجات مثل الزيت والزيتون والعسل والخزف والحفر على الخشب وغيرها، وهذا يعد خطوة رائعة في مساعدة العائلات ذي الدخل المحدود لتسويق المنتجات المختلفة في هذا السوق. هذا المعرض التسويقي هو من أجل يعني مزيد من التوعية ومزيد أيضا من إبراز الجوانب التسويقية الأخرى للزيت والزيتون والاستخدامات الجديدة، وإحنا اليوم شفنا في المعرض بالفعل في أشياء جديدة وفي أشياء أيضا يعني في تسهيلات كبيرة للنساء أو للجمعيات الخيرية، وهناك أيضا انتشار لفكرة المعرض ليس فقط على مستوى محافظة بيت لحم بل من محافظات أخرى، وهذا الدليل على أن هذا المعرض يكتسب سنويا يعني شهرة ومكانة ودور كبير، ولذلك نحن في هذا اليوم يعني نؤكد على أهمية شجر الزيتون الفلسطيني بقدسيتها ودورها سواء في تعزيز الصمود، في حماية الأرض، في الوضع الاقتصادي، في مواجهة الاحتلال، في إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني، في كل الاحترام والتقدير لهذا المعرض والقائمين عليه بكل الشركاء، وإن شاء الله المعارض القادمة ستكون في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية بإذن الله. وفي كلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون جاء فيها بأن هذا المهرجان لتعميق التعاون بين المؤسسات وتحفيز المستهلك على الإبداع، فوجود هذه المنتجات أيضاً لدعم النساء لترويج منتجاتهن، ويأتي التركيز والعنوان الرئيس على شجرة الزيتون وزيت الزيتون والتي تشتهر وتصنف مدينة بيت جالة بأفضل نوعية الزيت من حيث الجودة كونها منطقة مرتفعة. نحن في مدينة بيت جالة، هذه المدينة التاريخية التي تشتهر بأفخر وأفضل أنواع زيت الزيتون والزيتون في فلسطين، ليس فقط من حيث السعر إنما من حيث الجودة. يوجد في هذه المنطقة بقرية جنبها اسمها قرية الولجة أقدم شجرة زيتون في التاريخ، هذا يتمتع بأنه موقعه تربته طيبة، موقعه عالي عن مستوى سطح البحر، فبالتالي من هنا نحن نتحدث عن التخصصية في إنتاج الزيت والزيتون، وهذه ضمن سلسلة نقوم فيها كغرفة تجارية صناعية لتعزيز المنتوج الزراعي في هذه المحافظة، وننظم بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية ووزارة الزراعة كل النشاطات ذات العلاقة المطلوبة لتطوير الزراعة وتسويقها، ونحن نفتخر اليوم أننا في بيت جالة وسط هذه المدينة التاريخية العريقة.
احنا اليوم في سوق الزيتون او انتاج الزيتون في بيت جالة. طبعا هاي زيتون المباركة، الشجرة المباركة اللي تمد جذورها في فلسطين وفي الشرق الاوسط الى الاف السنين. واحنا نحكي عن الكنعانيين، عن الفينيقيين، عن الرومان، عن البيزنطيين اللي كانوا يتجولون في بحر الابيض المتوسط ونقلوا هذه الثمرة العزيزة علينا اليوم، لان هي انتاج وطني فلسطيني بامتياز، لان من الزيتون نتغذى ومن زيته نشفى ومن شجره نتدفى وعلى اغصانه نعمل ما يحلو لنا في اعياد الميلاد من سوفينير للسياحة والتجارة والاستفادة من لأهل البيوت حتى تدعم الشعب الفلسطيني في معيشتهم. هذا النشاط يأتي بهدف تسليط الضوء على منتجات الزيتون والزيت التي تشتهر به مدينة بيت جالة خاصة ومحافظة بيت لحم، وأيضا تسليط الضوء على المنتج البيتي الفلسطيني من أعمال يدوية ونسوية في المجتمع المحلي لتشجيع ذلك وترويج له وتسويقه وتشجيع أيضا الحراك الاقتصادي في المدينة وفي المحافظة في ظل جائحة كورونا. وها هي شجرة الزيتون المباركة والتي ينتفع المواطن من زيتونها وزيتها وخشبها، ويأتي هذا المعرض والمهرجان التسويقي لتشجيع المستهلك على شراء المنتجات المتنوعة وخاصة النسوية في ظل الظروف السائدة بسبب جائحة كورونا. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة مدينة بيت جالة. الحضور المسيحي في الحياة العامة السياسي كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف ثلاثة من النواب المسيحيين الفائزين بعضوية مجلس النواب 19، وهم النائب الدكتور هايل العياش عن المقعد المسيحي في محافظة الزرقاء، والنائب عمر النبر عن المقعد المسيحي في الدائرة الثالثة بالعاصمة عمان، والنائب رائد سميرات عن المقعد المسيحي في محافظة البلقاء، حيث تحدث كل نائب عن مخططه ورؤيته للجوانب التي سيركز عليها تحت قبة البرلمان. فإلى هناك نائب الناجح هو اللي بيكون على علاقة واسعة متسعة مع قواعد الشعبية مختلفة أطيافها من إخواننا المسلمين والمسيحيين، لأنه نحن نتقدم كنواب للطوائف المسيحية كوتات، ولكن نحن نواب وطن فيما بعد، والنائب اللي ما له على قواعد شعبية ما بيستطيع الحصول على المقعد. وأنا إلي منخرط، أنا خرجت جامعة أثينا اليونان 89 92 لغاية الآن، وأنا بالعمل النقابي والعمل الاجتماعي. نعم. ونشكر ربنا الله أعطاني معطيني القدرة على التواصل الاجتماعي مع مختلف مكونات مجتمعنا الأردني الطيب. نعم. لذلك حرصت على أعلى الأصوات في محافظة الزرقاء يعني، وتنافسنا على المقعد مع حزب كبير. نعم. اللي هو حزب جبهة العمل الإسلامي التعرفي. نعم. نعم. ولولا في لولا العلاقة الواسعة مع مختلف أطياف أبناء وبنات الزرقاء اللي بكن لهم كل الاحترام والتقدير، اللي أعطوني ثقتهم، أكيد ما كنا بنقدر نتغلب على سعادتك. قدي مهم الحضور المسيحي لما منقول نحن تطرقنا الفترة هذه للحديث عن مجلس النيابة والانتخابات، لأنه دائما مطروح أنه يا نورسات أو يا كنيسة ليش تتدخلوا بالسياسة وصرتوا تحكوا بالمجلس والنواب. عم نحكي أنه انخراط المسيحي في العمل السياسي وأيضا حضور المسيحي برضه في الحياة العامة سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، فما يمنع انه يكون كمان سياسي حضوره المسيحي. فما ايش بتحكي سعادتك بخصوص الذي بيقول لك انه انا كمسيحي وأقلية في هذا البلد ما بقدر اتدخل بالسياسة بخاف؟ لا انا بخالفك اخت، بس ما احنا نعم. مش
احنا مظبوط عددنا قليل في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن احنا مكون رئيسي من مكونات المجتمع الأردني، وقلنا بصماتنا المسيحيين من جذورنا متأسس في هذه المملكة، والراعي الرئيسي لوجودنا لداعمنا القيادة الهاشمية منذ تأسيس المملكة، والعمل السياسي لأبناء الطوائف المسيحية جزء لا يتجزأ من عملهم، انت انتمائك للمجتمع يعني انك انخراطك في كافة مجالات المجتمع، وهذا لا انا 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 بعتقد انه الوزراء والعيان وكافة المسؤولين اللي تبوأوا مناصب من القيادات المسيحية كانت على قدر المسؤولية، وهذا يعني انه احنا المسيحيين الجزء الذي لا يتجزأ من منظومة المجتمع الأردني الطيب ننخرط في كافة مجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نتمنى انه إعادة الثقة بمجلس النواب، لانه نوعا ما في عدم ثقة بين مجلس النواب والشعب. صحيح. تراكمت عبر السنين يعني. نعم. فأول شيء الواحد نتمنى أنه يرجع فيه تواصل بين النواب والشعب، والنواب تشتغل كامل المصلحة العامة. يعني من أهم الأمور اللي ببياننا يعني إن شاء الله نتمكن أن نحصل جزء منها. نعم. اللي هي يعني بيعكس كلام حضرتك، نعم بيعكس كلام حضرتك انه من 130 نائب في عندنا 100 نائب جديد. نعم. فهذا بيعكس انه يعني التجديد، وان شاء الله يطلع من ال100 رئيس مجلس النواب، بدناش يطلع من ال30. ان شاء الله ان شاء الله. الملامح لسه مش مبينه، لكن مين ما يطلع المهم يكون يشتغل لصالح الصالح العام. نعم. يعني من بدايه من ملف الاقتصاد اللي هو اهم ملف. نعم. واللي هو سبب في الهجرة، سبب رئيسي في هجرة فعلا. العقول والخبرات. نعم. وهذا إشي محزن يعني. نتمنى إنه ملف الاقتصادي والاستثمار يكون له أولوية للنواب الرابحين، من قانون ضريبة الدخل وقانون استثمار جديد وعدة قوانين تابعة لمجال الاقتصاد والاستثمار. نعم. يعني قانون الانتخاب كمان ممكن يكون أقل تعقيد من هذا القانون، أعتقد لازم ينبحث في خلال هذه الأربع سنوات، وعدة مواضيع أخرى من اللامركزية والبلديات والصحة والتعليم والمرأة، هاي أمور، وقانون العقوبات اللي بعد شفنا هالكم من جريمة اللي بشعة البشعات. نعم. فأعتقد قانون العقوبات على اللي بيعيدوا الجريمة يكون رادع وقاسي بحقه يعني. نعم. هذه الأمور اللي نتمنى أنه خلال هالفترة اللي جاي تبحث وتعاد صيغة بعض القوانين فيها، ونتمنى أنه رح نوعد الكل أنه رح نعمل قدر الإمكان باللي بيصير اتفاق عليه بين الكتل وبين النواب الحاليين، أنه ننجز الجزء الأكبر منها إذا الله أراد. إن الله راد. وبالنسبة للملف المسيحي فهل هناك مواضيع محددة ولا راح تتحدد في لقائكم مع رؤساء مجلس الكنائس في الأردن للتبادل الأمور التي بحاجة إلى بحث تحت ضبط البرلمان؟ في عدة مواضيع، في مواضيع صغيرة في مواضيع كبيرة. المواضيع الكبيرة هي نفس المواضيع اللي إلها دخل في واللي هي الهجرة. نعم. للأسف إنه في عدة عوائل عمالها يعني إذا ما فكرت بالهجرة فكرت بجواز آخر، أو فكرت تترك. نعم. أو فكرت لسبب ما، وهذا بهمنا إنه نظل التواجد المسيحي في هذه البلد. تطور المنظومة الاقتصادية الأردنية هذا أهم من أي شيء كان. نعم. أكيد. بتطوير المنظومة الاقتصادية الأردنية بتقضي على البطالة، ترفد الميزانية الأردنية بعمل صعبة اللي تستمر بالحركة الاقتصادية وبتتطور، كان بنية تحتية ولا وظيفية ولا تخفيض ضرائب تخفيض فوائد، بالإضافة إلى أنه الدولة أي دولة من الدول اللي بتكون دول شبه نامية أو نامية، أي دولة لازم بهذه الدول حتى أنها تنمي اقتصادها لازم تعالج الضريبة، مش ضريبة الدخل، الضرائب الإضافية، ضريبة المبيعات والأخرى. نعم. لأن قطاع السياحة مهم. نعم. هذا حاطينه بالاعتبار. نعم. قطاع السياحة مفروض إحنا الدولة
من أغنى الدول بالآثار. نعم صحيح. وبالمواقع السياحية الطبيعية الخلابة، هاي كمان بتاعت نظر بالقوانين والأنظمة والخدمات والبنية التحتية، خاصة السياحة تفتقر بنية تحتية ضعيفة جدا، خاصة بالتنقل من منطقة لمنطقة ما في مرافق خدمات، ما في أي نعم صحيح. أي نوع من إنه السائح إنه يتوفر له وصل وسائل الراحة أو نسميها الوسائل اللوجستية للوصول للموقع من موقع إلى موقع. كذلك المهم والأهم من كل شيء، وإحنا الدولة واقعين على مستوى زراعي عالي، ومستوى زراعي بيدوم 12 شهر هو حدود وادي الأردن أو وادي الأردن. نعم. هاي كمان إعادة النظر بقوانينها وبخدماتها، لأنه إحنا الدولة الوحيدة اللي بننتج بأقل التكلفة خلال السنة كاملة نتيجة للمناخ المتنوع بالأردن. قوانين خاصة قوانين سلطة وادي الأردن ما بتساعد على أن يكون عندك اقتصاد زراعي، إحنا لسه ما عندنا اقتصاد زراعي بسبب القوانين. هاي كمان بدها إعادة نظر ومنظومة جديدة بحيث أنه تشجع الشركات الأردنية من جنسية أردنية، ولن نرضى إلا من جنسية الأردنية بتملك العقارات والأراضي كي تقوم بالإنتاج الزراعي حسب ما جاء بخطابات وإرشادات جلالة الملك حفظه الله، بأن احنا زراعة حديثة، زراعة تقنية، زراعة نوعية. في ظل القوانين هاي ما في لا زراعة حديثة ولا تقنية ولا نوعية. كذلك احنا عندنا الطاقة، انا من اجل من صح انه انا مش مجالي علمي لكن الانسان بتثقف. نعم طبعا. كطاقة بديلة من افضل الدول بالعالم ننتج طاقة بديلة نتيجة لوضع المناخ الموجود بالاردن. المناخ مش بس مي وهواء، كذلك شمس. شمس نعم. طريقة حركة الطاقة احنا بنعرف تغذى من الطبيعة، وخاصة العالم كلها اللي قاعد تحول الطاقة البديلة، الطاقة التقليدية اللي هي البترول او ما بسموه البترول الاسود، الذهب الاسود. بل بلش يتلاشى وصار انخفاض فيه، ما في جدوى انه هلا نبحث عنه اصلا بالأردن. نعم صحيح. او نعطيه اهتمام اكثر، بالعكس لازم احنا نعدل القوانين نعطي الاهتمام بالطاقه البديله. نعم. وبتطورها وزيادتها. نعم. وبتسهيلات افضل. الى هنا مشاهدينا وصلنا الى نهايه نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بابرز ما جاء فيها. الاردنيون يحيون الذكرى 85 لميلاد الملك الحسين بن طلال. البطريركية الأرثوذكسية تفشل مخططات للسيطرة على أملاكها في المدينة المقدسة. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في السلط ضمن حلقات كنيستي. الحضور المسيحي في الحياة العامة السياسي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.